وايضا قداسه البابا شنودة الثالث ليه افشات ما حصلتش لا تخاف. دعني احكي لك على موقف حصل مع قداسه البابا شنودة مره. قداسه البابا شنودة على فكره رجل مهذب ودامس الخلق، وحينما ينزل منطقه يسال مين الوجهاء بتوع المنطقه ومين الناس. فكان في مره جاي افتتح كنيسه في رفح، فلقيت مكتبه بيتصل بيا بيقول لي قداسه البابا هيفتتح كنيسه في رفح وعايز يجي يزورك في القريه. كانت اول اتصال بيني وبين قداسه البابا. انا استغربت الحقيقه، قلت اهلا وسهلا يا شرف. قالوا لي البرنامج بتاعه ان هو هيتغدى في فندق اوبروي العريش، وبعدين من 2 لـ 2:30 هيجي لك يقعد عندك نص ساعه، وبعد الساعه 2:30 ويتحرك الساعه 3:15 ولا حاجه من العريش على القاهره. فقلت لهم طب ما تعرضوا عليه انه يتغدى عندي. فقالوا نعرض، فعرض، فقال لهم لا ده انا معايا 70 واحد. فكلمني سكرتيره، قلت له يا سيدي 700، اهلا وسهلا بقداسه البابا. فالحقيقه فوجئت ان ايه، ان بابا وافق، وفعلا هو عزم 70 وانا عزمت له كمان 70 من وجهاء البلد، على 70 بقى 140. واستقبلته استقبال يليق بقداسته بتاع، والخيل قدامه وبتاع، لحد ما دخل في المطعم وبدا ايه، فقداسه البابا راح ايه عامل كده، واخد بالك ازاي؟ راح كله واقف وراح يصلوا بتاع عشان شكر. وقال ايه؟ قال ان احنا بنشكر الدكتور حسن راتب على استضافتنا، وراح جايب لي طبق فضه كبير كاتب عليه اهداء، وقدمها لي كهديه باسمي. انا ما عملتش حسابي وجبت هديه. فنادهت عماد مدير مكتبي هناك، قلت له يا عماد هات لي كتاب سينا بوابة مصر للقرن الـ21. كنت لسه كتاب ألفه. وقلت له قبل ما تنزل الحلو بعد الغداء ما يخلص حط لي الكتاب قدامي. وفعلا قبل ما ينزل الحلو حط لي الكتاب قدامي، فرحت ايه؟ عامل كده زيه. ضحك. بس انا مش هقعد بس. وقلت له قداسه البابا. اسمع بقى الكلمات البسيطه. قداسه البابا، نحن نعبد ربا لا يطاع الا باذنه، ولا يعصى رغم انفه، ولا يقع في ملكه الا ما يشاء. فاذا قدر وشاء ان يجمعنا في هذا اليوم المبارك على هذه الارض البركه، فاني اسجد لله شكرا على هذه المشيئه. ادي ايه المدخل. والهديه يا قداسه البابا اما ان تهدى على قدر المهدي، واما ان تهدى على قدر المهدى اليه. وان اردت ان اهديك على قدرك فلا يعلم قدرك الا خالقك وبارئك ومقدرك. فتسمح لي يا قداسه البابا ان اهديك على قدر. وقدري في خلاصه فكري على مدى اكثر من 4 سنوات عكفت على ان اكتب سيناء بوابه مصر القرن الـ21. وتسمح لي يا قداسه البابا ان اهديك صفحه 116، وهذه الصفحه فيها صوره لوثيقه جاء بها عمرو بن العاص في الفتح الاسلامي، موقع عليها من 14 من الصحابه، 4 من الخلفاء الراشدين. ومنطوق هذه الوثيقة يا قداسة البابا إلى الرهبان والمسيحيين والقساوسة على أرض مصر. لا نغير قسيس من قسوسيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا نأخذ من أموال كنائسهم لبناء مساجدنا، وهم في ذمتنا في البر والبحر في المشرق والمغرب. إنها سماحة الإسلام يا قداسة البابا التي جاء بها عمرو بن العاص لينقذ أقباط مصر من الروم. واسمح لي يا قداسة البابا أن نترك ما اختلفنا فيه، وأن نلتف حول ما اتفقنا عليه، ليتوحد أهل الإيمان ضد أهل الإلحاد،
أو جبت قضية مشتركة أو بتاع إزاي ليسود في عالمنا الحب والوئام والسلام والسلام. فقداسة البابا لما سمع الكلمة قال لا 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 استنوا بقى ننسي بقى الموضوع بتاع الأيام. قال لا أنا ما كنتش أعرف إن أنا إيه في موضع بهذا الشكل وقعد يتكلم في محاضرة أكثر من 40 دقيقة عن الفتح الإسلامي وإزاي عمرو بن العاص أنقذ أخبار مصر من براس المدينة مثقف إلى أبعد الحدود ورجل تاريخ جدا ما هو خريج التاريخ أدب ورجل تاريخ ورجل دعابة ورجل برضه يتحقق زي ما أنت قلت كده يتمتع بالدم الخفيف وأصبحت صداقة وعزمني بعد كده في وادي النطرون وقضيت معاه يوم كامل جميل. وكان كريما وكان مضيافا وكان رجل دامس الخلق. وانا اقول الذين يتكلمون عن النسيج الاجتماعي في مصر وعن الفتنه الطائفيه فهذا نسيج قدري مهما حاولوا بعض الناس انهم يدخلوا في هذه المداخل لاضعاف الشأن او اضعاف نسيج هذه الأمة أنا مش هيقدروا